الرب يسوع أنا خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي من أجل حياة العالم. فأخذ اليهود يتجادلون ويقولون: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا تكون لكم حياة في أنفسكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي ينال حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي طعام حقيقي ودمي شراب حقيقي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا بالآب أحيا، كذلك من يأكلني يحيا هو أيضا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، لا كما أكل آباؤكم وماتوا، من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. هذا ما قاله يسوع في المجمع وهو يعلم في كفرناحوم. حقا والأمان لجميعكم. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أحبي، الرب أعطانا هالإنجيل اليوم حتى نتأمل فيه ونتعلم من خلاله معنى هذا الخبز النازل من السماء. وبيعطينا القديس يوحنا عن لسان الرب يسوع هالمقارنة المميزة عن المن يلي أعطاه الرب في الصحراء، وعن الخبز السماوي النازل من السماء. طبعا الاثنين عطية الله، ولكن عطية الله عطاها من الأرض، وعطية أخرى الرب عطاها من السماء للأرض. وهذا الفرق بين الاثنين، أن المن الذي أعطي في الصحراء للشعب المؤمن أكلوا منه على مدة 40 سنة، لا قدروا يبقوا على قيد الحياة، ولكن هالطعام الأرضي حدوده حدود الجسد، ما بيتخطى الجسد أبدا، لأنه هو للشبع، حتى الإنسان ما يموت من الجوع. وبيعلمنا الكتاب المقدس إنه كل يوم كان الرب يعطي من هذا المن لهذا الشعب، ليعلمهم الاتكال عليه. وهيدا معنى الصلاة يلي علمنا إياها يسوع لما قال: أعطينا خبزنا كفاف يومنا. إذن دائما بيعلمنا الاتكال عليه، ما نتكل على حالنا، تيقلنا أنا الإله يلي خلقت الكون، أنا يلي عم دير الكون، أنا يلي بهتم بكل المخلوقات يلي أنا خلقتها، فما تخافوا اتكلوا علي. منشوف الوجه الآخر للخبز السماوي النازل من السماء، وبطل خبز لشبع الجوع الجسدي، إنما صار يسوع هو الخبز النازل من السماء. بيقول عن ذاته: أنا الخبز النازل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. وطبعا
لما بيتساءلوا اليهود وبيتساءلوا الناس الغير مؤمنين بيفتكروا عم ناكل يسوع كجسد إنسان، إنما نحن عم ناخد يسوع الجسد الروحاني، الله روح وروح الله يلي بيحل على هالقربان بيحوله إلى جسد ودم يسوع. الله القادر على كل شيء يصنع كل شيء لخلاص الإنسان. من هون منشوف إنه الخبز النازل من السماء منه خبز جسدي، خبز روحاني، خبز يصبح على المذبح ذبيحة قربان لخلاص النفوس، لخلاص البشر ولمغفرة الخطايا. وهذا الأهم، عندما يقف الشيطان بوجه يسوع ليجربه بالأكل بيجاوبه يسوع بعبارة وبيقول له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ونحن بالنسبة لنا يسوع هو الكلمة التي خرجت من فم الله لخلاص العالم. يسوع على مذبحنا هو قربان، هو خبز روحاني يشبع جوعنا الروحي، يطهر نفوسنا، يقدسنا، يجعلنا أهل لدخول الملكوت. من هون تصبح هذه الذبيحة ذبيحة آنية للصليب. القديس أغسطينوس بيقول جسد يسوع ودمه بالقداس هن زيتهم جسد يسوع ودمه يلي تقدموا على الصليب. عملية تأوين هذا الخبز النازل من السماء ليصبح لنا وللعالم حياة دائمة فيها استمرارية تقود كل البشرية إلى الخلاص اللي أعده الرب من أجلنا. منشوف إنه هالمن يلي كان ينزل على شكل رقائق ويطلع من الأرض يلموه ويأكلوه شكله مدور، والقربان يلي منحمله ومنقدمه على المذبح شكله مدور. هو اتنينهم بيرمزوا لله، لأنه الله ما عنده بداية وما عنده نهاية. من محل ما منبلش منبلش مع الله، ومطرح ما مننتهي مننتهي مع الله. مشان هيك الله في كل زمان وفي كل مكان هو نفسه، وأي إنسان مخلوق بهالعالم ساعة اللي بيخلق ببلش مع الله، وساعة اللي بتنتهي حياته بتنتهي حياته مع الله. شرط أن يؤمن بأن هذا الخبز النازل من السماء هو الله ويتناول من هذا الخبز عن استحقاق. ولما بيقول القديس بولس عن استحقاق، يعني أن نعيش كلمة الله كل يوم بيومه. نعيش كلمة الله يعني نعمل مشيئة الله. من يعمل مشيئة الله يحيى الكلمة يستحق أن يتناول كل يوم. هيدا الإنسان معد ليكون بملكوت الله إلى الأبد. ومن هون منفهم شو يعني الاتحاد بين الابن والاب. بيتحول ليصير اتحاد بين كل واحد منا وبين الاب عبر الابن يلي هو جسد ودم يعطى لنا عن استحقاق. يسوع استحق هذا الاتحاد، لكنه كان الابن الوفي المخلص يلي مسلم ذاته لمشيئة الاب، بيعلمنا أن نسلم ذاتنا على مثاله لمشيئة الآب، نعمل إرادة الآب فنتحد في الآب في حياة أبدية. وهذا معنى الخبز النازل من السماء، مش لحتى نشبع من الأكل، إنما لحتى نتحد بالآب ونصير نحن والله واحد بقلب العالم. مشان هيك مار بولس بيركز على العبارة وبيقول لكل المؤمنين أنتم سفراء المسيح في هذا العالم، سفراء الله في هذا العالم. بتحكوا لغة الله، بتعملوا أعمال الله،
تشهدوا لله وين من وجدته. هيدي قوة القربان يلي مناخده اللي هو يسوع، كلمة الحياة، الخبز النازل من السماء. يبقى المن حدوده حدود الموت، حدود القبر، لأنه خرج من الأرض، وكل مخلوق في العالم حدوده حدود الموت وحدود القبر. إنما الخبز النازل من السماء، كلمة الله حدوده هي حدود السماء. من يتحد بكلمة الله، من يتحد من خلال هذا الخبز يتحد في الله. مشان هيك بصير فينا حياة أبدية، لأنه حدود هذه الكلمة، هذا الخبز النازل من السماء، هو السماء، هو ملكوت الله. إن شاء الله كل واحد منا اليوم يقدر يكون عن استحقاق عم يتناول من هذا الخبز، ليكون حدوده حدود ملكوت الله، مثل ما أراد الرب يسوع لكل المؤمنين أن يكونوا معه في الملكوت. أمين.